السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد ومشروع مربح جديد على قناة رضا حاتم. لو أول مرة تشوفنا فقناتنا بتتكلم عن المشاريع المربحة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو، اكتب لها تعليق لو عندك أي استفسار عن مشروع النهاردة، اعمل شير للفيديو عشان مشروع النهاردة ما شاء الله ما لقيتش حد شرحه على اليوتيوب ولا شرح دراسة جدوى تفصيلية له. هنشرح ان شاء الله دراسة جدوى له. مشروع النهاردة من اخ من المتابعين طلب مني عمل دراسة جدوى لمشروع محل بيع اجهزة الفلاتر وبيع اكسسوارات فلاتر المية وكمان صيانة فلاتر المية، وطلب مني ان انا اقول له على الاماكن اللي بتبيع فلاتر المية جملة. هنشرح كل حاجة تخص المشروع بالتفصيل. بس قبل ما اتكلم في اي حاجة، لا احب افكر حضرتك لو حضرتك مش مشترك في القناة شرفني واشترك في القناة وفعل زر الجرس. اول حاجة هنتكلم فيها الا وهي الموقع. موقع المحل لازم يكون في منطقة سكنية، منطقة حيوية. المحل ينفع يتفتح في المدن او الارياف، بس بيشتغل في الارياف بطريقة كبيرة او بينتشر في الارياف بطريقة كبيرة اصلا، وكمان كل زباينك هيبقوا من الارياف. تمام. تاني حاجة المساحة اللي احنا عايزينها عشان نبدأ نفتح المحل بتاعنا. المحل اللي انت تفتحه ممكن تبدأ بمساحة 20 متر. في مساحة اكبر ماشي مفيش مشكلة، فمساحة 20 متر كويسة جدا وممكن تبدأ كبداية بس ب20 متر للمحل. بعد ما شفت المحل المطلوب بتشوف الاوراق المطلوبة اللي هي السجل التجاري والبطاقة الضريبية وترخيص بالمشروع. بعد كده بتبدأ تجهز المحل. المحل بتبدأ تجهزه ازاي؟ بتعمل له ارفف. الارفف بيبقى عرض الرف نفسه 40 سنتي، عشان الكرتونة نفسها بتاعت جهاز الفلتر بتبقى عرضها حوالي 30، فالرف بيبقى تعمل الرف 40 سنتي. تمام. بتعمل المحل ارفف وتبدأ توزع عليه البضاعة، وكمان بتجيب لك مكتب وكرسيين لو حبيت تستقبل عليهم تستقبل الزباين، وبتعمل اليافطة ربنا كرمك. وعايز تعمل توضيبات عالية ممكن تعمل باب سكريت عادي. دي حاجات ترجع لك انت، تجهيزات المحل دي. بعد ما جهزت المحل بتشوف اول حاجة لازم يكون عندك خلفية في المجال اللي انت هتشتغل فيه. اي مجال تشتغل فيه لازم يكون عندك خلفية، عندك معلومات، وفي عندك طريقتين عشان تقدر تشتغل في فلاتر المية. اول طريقة اللي انت هتروح تاخد دورة تدريبية. انا روحت دورة تدريبية 3 ايام بس ما كملتش، هي كانت اسبوع، فانا روحت 3 ايام بس احكي لكم عنها دلوقتي. المهم لاما تاخد دورة تدريبية لاما تتعلم عن طريق اليوتيوب. في قناة اسمها فكرة اونلاين، القناة دي بتهتم بكل حاجة تخص اجهزة فلاتر المية ومشاكلها وصيانتها كل حاجة. لازم أن يكون عندك خلفية جامدة، ولازم أن يكون بتعرف انت تصين فلاتر المية. هي الحكاية كلها سهلة، هي عبارة عن تغيير شمع بس. المشاكل او الفنيات بتبقى في الفلاتر المية اللي هو ال7 مراحل، عشان بيبقى في مشاكل في الموتور. تمام. في حاجات كده لازم أن يبقى عندك خلفية بيها ودراية بيها قبل ما تبدأ المشروع. طبعا قلت لك لما تاخد دورة تدريبية لإما تتعلم عن طريق اليوتيوب، بس أنا أرشح لك الدورة التدريبية أكتر. ليه؟ عشان بينزلك معاه وهو بيغير الحاجة أو هو بيركب الفلتر، بينزلك معاه تشوف بعينيك وبتلمس بإيديك الحاجة، وهي أوقات يقول لك خد ركب أنت زي ما أنا هشرح لكم دلوقتي في خلال الدورة التدريبية اللي هي ال3 أيام القليلين أنا رحت فيها. تمام. بعد كده العمالة اللازمة. لو انت هتدير المحل مش انت اللي هتروح تصين او هتروح تركب الشمعات او هتروح تركب اجهزة الفلتر في البيت، فهتحتاج عامل او هتحتاج واحد فني فلاتر مية عشان يبدأ يركب للناس، او يبدأ اللي ياخد من عندك جهاز فلتر المية هو يركبه له في البيت. لو انت اللي هتركب او انت اللي هتتعلم الصيانة، وانا ارشح لك الحتة ديت عشان ما يكونش حد ماسكك من ايديك. لو انت اللي هتتعلم الصيانة وتتعلم تركيب الفلاتر، فلازم يبقى في عندك حد واقف في المحل في الفترة اللي انت هتركب فيها بحيث المحل بتاعك ما يتقفلش. تمام. فالعمالة ديت ممكن عامل واحد يكفيك، لو ليك اخ ليك صديق ممكن تدخلوا مع بعض شركة وتبتدوا تفتحوا المشروع ده.
تمام. بعد كده المواد الخام اللي هي اجهزه الفلتر والشمعه والخزان والمواتير. طب لما عاوز شمع بالجمله اجيب منين؟ لما عاوز اجهزه فلتر، طبعا الفلتر في منه 3 مراحل، وفي منه 5 مراحل و6 مراحل و7 مراحل. طبعا الاجهزه دي بتختلف اسعارها وفيها شغل كتير وفيها لعب كتير، الاسعار بالذات بتاعت الفلاتر ديت. وكمان الشمع نفسه، في شمع مش اصلي وفي شمع اصلي، فالحكايه دي فيها لعب كتير. فانا وفرت على دماغك الكلام ده كله وجبت لك 8 شركات او 8 مراكز لبيع اجهزه الفلاتر، بكمان الاكسسوارات بتاعتها من شمع وخزانات ومواتير. انا جايب لك 8 عناوين، انت بتدخل على المدونه في لينك المدونه اسفل الفيديو، سايب لك 8 عناوين للتجار، بتشوف التاجر الاقرب ليك في المدينه، يعني في تاجر من شبرا، في تاجر من القاهره، في شوف التاجر الاقرب ليك في المنطقه بتاعتك وابتدي تعامل معاه. ونصيحه مني، حاول تسال كل واحد، طبعا انا هسيب لك ارقام تليفوناتهم برضو مع العناوين، حاول تسال كل واحد شوف اسعاره ايه. طب ايه افضل انواع انا بشتغل فيها؟ افضل نوع اللي هو التانك، كل النوع ده الناس كلها بترشحه، بس في ناس بيبقى لها انواع تانية او بيبقى ليها ذوق تاني في حاجه لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، تمام. عندك بعد كده طريقة التسويق. طريقة التسويق اول حاجة اقولك عليها، الا وهي ان انت تسوق على الفيسبوك على الماركت بليس. الماركت بليس او الماركت بلس، الماركت بليس دي ما شاء الله كويسة جدا، والمنتجات بتتباع عليها بسرعة. الفيس نفسه هو اللي بيعمل لك، هو اللي بينشر المنتج بتاعك وبيعرضه على الناس. انا كنت حابب اشرح فيديو مخصوص عن الماركت بليس عشان ما شاء الله لقيتها حاجه كويسه جدا، معروفه من زمان، بس في ناس لحد دلوقتي مش عارفين التسويق على الفيسبوك بيبقى ازاي، تمام. وبعد كده لو انت اول حاجه تسويق على الفيسبوك، بعد كده الاعلانات الورقيه بتوزع على المنطقه اللي انت فيها والمناطق اللي حواليك. بعد كده دي طريقه التسويق. في عندك اخر حاجة واهم حاجة اللي هي طرق لزيادة الربح، وهي دي الحاجة اللي اتعلمتها لما رحت اركب الفلاتر او رحت اتعلم في الدورة التدريبية للفلاتر. لقيت الشركة اللي كانت بتدربني كانت لازما عشان انت تتدرب بتنزل مع صنايعي وهو بيركب فلتر وهو بيغير شمعة وهو بيغير مطور. فكل زبون عنده في كل زبون عنده في الشركه كان بيبقى له كارت، يعني لما الزبون بيروح يشتري منه جهاز فلتر بيقول له يا فندم احنا هنعمل لك كارته كده، هنكتب عليها اسمك، في شمعه بتتغير كل شهر هنعدي عليك كل شهر نغيرها، في شمعه بتتغير كل ست في شمعتين بتغيروا كل 6 اشهر هنعدي عليك برضه نغيرهم. يعني هو كل شهر هيعدي عليه يغير الشمعه، هيبعت الفني اللي عنده يغير الشمعه، تمام. فدي كانت حركة كويسة جدا. فانا لقيت لما انا نزلت مع الفني كان كل بلد حوالي 50 كارت، يعني انت فاهم، يعني كان بيبعت مع الفني 50 شمعة لبلد واحدة، وكل يوم في بلد مختلفة بشمعة مختلفة. طبعا الزباين دي بتيجي مع الوقت وبتيجي مع الفترة في الشغل، فدي كانت فكرة حلوة جدا، اللي هو كان ما شاء الله كان ممكن يبيع 50 شمعة في يوم واحد عن طريق الكارتات دي. ما طبعا الناس بتنسى عدى شهر ولا عدى شهرين على الشمعة وهم مش عارفين، فالكارتات دي كانت حركة كويسة جدا من الشركة، وطبعا انا لقطت الحركة دي ما شاء الله. طبعا الفلاتر المية سهلة جدا، مش محتاجة يعني مش محتاجة تتعلم كتير او يبقى عندك خبرة بقى جامدة، في حاجات سهلة جدا. انا بقولك الصنعة بس بتبقى موجودة في المطور بتاع الفلتر اللي هو ال7 مراحل، تمام. طب رأس مال المشروع عشان ابدأ فيه ازاي؟ فطبعا في عندك فلاتر اللي هو ال3 مراحل، فيه ب200 جنيه، فيه ب150، في عندك الفلتر اللي هو ال5 مراحل وعندك ال7 مراحل، دول بيبقى سعرهم عالي، تمام. انا ما رضيتش اتعمق في المشروع قوي في المشروع قوي عشان في كلام كتير، يعني الخزان لوحده انت ما تعرفش حاجه عن الخزان لوحده ده
شغلانه لوحده، تمام؟ فالمنتجات كتير، فراس المال المشروع اللي انت هتحتاجه او فلوس اللي انت هتحتاج عشان تبدا فيها المشروع اقل تقدير 50,000 جنيه. اللي يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك. ليه؟ عشان على الاقل هتجيب 10 من كل نوع او 15 جهاز من كل نوع، فدي هتبقى حاجه يعني كبدايه، غير الشمع، غير الاكسسوارات اللي انت هتحتاجها، غير توضيبات المحل. فيعني 50,000 جنيه يعتبر كبداية كويسة جدا عشان تبدأ المشروع ده. المشروع ده مربح ولا مش مربح؟ المشروع ده ما شاء الله مربح جدا وأرباحه كويسة جدا جدا جدا، تمام؟ أنا بقول لك الراجل بيبيع 50 شمعة في اليوم، 50 شمعة دول ممكن يكون كسبان في كل شمعة 8 جنيه. أنت مش متخيل المكسب، أو مش متخيل هي بتتباع بكام. الحاجات دي بتبقى رخيصة جدا ما شاء الله. ده كان فكرة مشروع النهاردة، أتمنى أكون أفدتك بحاجة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو. ما تنساش عناوين التجار موجودة في المدونة أسفل الفيديو. وأشوفكم في فيديو تاني ومشروع مربح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.